بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف عاشور عماد من سكان العريش. أنت بتحط سماد ولا حاجة؟ إحنا عندنا هنا أصلاً من نوع الكيماوي. الكيماوي بتاعنا بنجيب زبل الحمام. زبل الحمام نخمره. اتفضل سعادتك. بنخمره في البرميل. ده زبل الحمام. زبل الحمام بيشتغل معانا كانه كيماوي. تمام. فكره ده لما فكرة. بيكون كميه صغيره زي دي اللي قدامك، كميه كبيره زي الخيار اللي هناك بخمر لها في خزان. الخزان الكبير ده دي عشان خزان اهو. ده ميه، ده الخزان. يعني اقدر اقول اسمها زراعه اورجانيك. اورجانيك يعني طبيعي. ابتكارات تعتبر ابتكارات من الناس اللي شغاله. ايوه، من الظروف اضطرتك انك تبتكر عشان شغلك ما وقفش. سبحان الله، تسلم والله. مفيش كيماوي. دي باميه. احنا شفنا فيها باميه بيضة. اللهم دي باميه ايه بقى؟ دي الباميه اصلا اللي بتتزرع عندكم في الشرقيه وفي بلادكم. هنا اللي هي عندنا كده. تمام. احنا كنا بنزرع الباميه الطويله البلديه بتاعتنا. لما شغلنا الباحث لمصلحتنا كمزارعين وصلتنا معلومات من الناس اللي بتزرع الناحيه الثانيه ان انتاجيتها اكتر من الباميه البلديه اللي هي بتاعتنا السريعه والبيضاء. فقلنا الحياه تجارب. تمام. جينا لما نقينا منها لقينا الباميه مع الميه المالحه بتطلع في بعض الشجر بيضه. الجوافيه دي فيها نسبه ملوحه شويه. دي طماطم المالحه. سبحان الله، اختلف لون الثمره. من هي الاخضر بالاحمر. ايوه، للبيضه الساده. سبحان الله. يعني في بعض الشجر فيه الابيض، هوريهولك. بس النج امبارح تجامع امبارح. بص طلعت تدي بيض الابيض. بس استنى يعني تنجايه ولا اثنين نجيها زي كده بيضه ابيعها الكيلو بتاعها ب 40 جنيه زي ما انت بتقول، 50 جنيه. تمام. بس دي اصلا باميه بتاعتنا. بتاعتكم اهي. صورها. ايوه خلاص اهي. تمام. انتاج حلو خالص. انتاج الباميه هنا. السنه اللي فاتت دول 15 خط كنت زرعتهم باميه. ما شاء الله. اول بشاير منها. اول بشاير نجيت من 15 خط 4 كيلو. تمام. امبارح ننجي منها 12 كيلو. ما شاء الله. البشاير هديك هتضرب في 3. سؤالي يا حاج، الشجره دي بتبقى عمرها قد ايه عشان توصل لكده؟ إيه، اللهم صل على النبي. دي مزروعه 1/4. 1/4. السنه دي جانا رمضان متعادل مع الشهر الافرنجي. مظبوط. فرق يوم. طول. بجد؟ شهرين. سبحان الله. ودي بذره مش شتله. بذره. انت زارع بذره كمان؟ بذره ما بتتشتلش البنات. وبتشيلها امتى؟ ان شاء الله بعد عمر طويل. اقعد اخد منها لغايه ما اعدي على السدر يقول لي كده انا خلاص انتهيت. اللي هو تقريبا امتى؟ على شهر 12 كده. شهر 12. 12 واحد بالكثير. مع السقعه هي بتقف اصلا. مع السقعه بتقف. حتى الورق بتاعها بيطير. تبدا بقى تشيل الشجر؟ تشيل الشجر. ما تشيلهوش. امال؟ ده شيله صعب. لما تيجي تشيله الجدر بتاعها يطلع كده. انا شايف في جدر ما شاء الله كبير اهو. ما بقول لك يطلع كده. فبنسيبه ونقفل عليها الميه. ماشي؟ تمام. الشهر والثاني تيجي تسحبها بيه، يسحبها العيل الصغير بيده كده. بتنشف بتموت. تمام. يعني. تمام. فانت لما بتسيبها في الاخر بتطلع معاك العود هذا بس. ايوه صح. في الأرض. صح. وبطلع بسهوله. تاخدها عاد على سياج بتولع بيها بتاع بتصور بيها بتاع. بتضرش. دي باميه كده. دي الطماطم. انت زرعت طماطم مع باميه عادي؟ انا ما زرعتش الطماطم. احنا حضرتك بنجيب بعض لمؤاخذة الزبل. الزبل السباخ. السباخ. البيوت. فالبيوت اللي بيكون مربي طير، مربي غنم، مربي بتاع، برمي له حسن في البيت. بيبقى فيه طماطم. شويه طماطم. سبحان الله. فبترمي الزبل سبحان الله. بيطلع. فبتطلع كده شجره. تمام. يعني دي انا ما زرعتهاش. انت ما زرعتهاش. دي ثانيه برضه. تمام. ما شاء الله الارض هنا جميله. صح؟ بسم الله ما شاء الله. رغم ان احنا بنقول انها ارض رمليه. لا ميه، بتحتاج ميه. بتحتاج ميه. وادي الذره. دي ذره. انت تقدر تزرع كل حاجه ما عدا الرز طبعا. كل اللي بيحتاج الري الغمر. الغمر لا. بتزرعوا قمح؟ القمح بنزرعه برضك على التفتوف. التفتوف ده اللي هو التنقيط. نفس التنقيط كده بس ازاي؟ اللهم صل على حضره النبي.
دلوقتي البلدي انت شايفها احنا على خطوط المزرعه. اه تمام. تمام تمام. القمح والشعير بنقرب الخط لبعضه. تمام تمام. خليه رفيع الخط كده متر في متر بيكون في متر بيقرب اكتر. الشعير القمح نص متر. تمام تمام تمام. انت بتخليه نص وتزود خرطيم. اه وبتزود خرطيم وهو مع الميه بيقفل على بعضه. تمام تمام تمام. انت لو رحت حته زي هذه هتيجي من فوق بتلاقيها استاد اخضر. اه 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 كل ما بيكون بيقفل على بعضه. انت اللي انت عامله فوق ده ده حبال؟ اه معلق فيها كنزات. ليه؟ معلق فيها كنزات نحط فيها زلط. اه عشان ال عشان يخرفص. ايوه يخرفش العصفور. معلقه بالعصافير طير العصافير. فكره حلوه. العصفور ده هو ذكي جدا. نسيب احنا نزرع. عايز الخيال مقاتة كده؟ بس ما عادش خيال مقاتة بقى. احدث. احدث. ابتكارات. ابتكارات صحيح. احنا في قلب مزرعه الخيار دلوقتي والحاج عامل لنا تجربه كده ازاي يضيفوا السماد العضوي للخيار. شوف تعمل صوت ازاي مع الهواء بتطير العصافير. اه اللهم صل على النبي. مو صلى عليه وسلم. احنا كده ان شاء الله بنقسمها المساحه دي عشان حكايه البير والريه التمرير. الميه مش رمل فبنحاول بقدر الامكان نتحكم في الميه عشان يبقى في عندنا وفر في الميه. تمام. فمساحه زي دي ممكن ناس فيها مع بعضيها مره واحده. اه تمام. بس ده بيبقى حمل على البير. حمل على البير. احنا عشان نرحم نفسينا من الضغط على البير يبقى ميتنا على قدنا ما نضعفطهاش نقسمها نصين نسقي نص نص. نص نص. دلوقتي انا السماد العضوي اللي هو ده زبلت من ربع دوه زي ما هزبل دلوقتي قدامك من الالف للياء. تمام. النص الثاني. دلوقتي ده انت هنا منه. ده انت هنا منه اللي هو النص ده. خلاص. اه انت عامل هنا ما شاء الله. دلوقتي هنقفل محبسنا. اه. عشان نقفل المحبس دوه ما ينفعش اقفل والتاني مقفول كده. لازم نفتح. نفتح ده. ونقفل التاني. تقفل ده. تمام. ده كده احنا عزلناه. اه عزلت النص ده كده خلاص. هنحط السماد ده. هنحط السماد ده علشان نروي الخط ده. الخط اللي هو النص ده. تمام. هنشيل خرطوم من الخط دوت. خرطوم من الخط عادي. اه طلع ميه اهي. عشان عشان السماده دي دلوقتي هنوصلها هنا. هنفضي فيها زبله. هنفضي الميه اللي فيها دلوقتي فيها ميه بيضاء. اه. هنقلبها نفضيها في الارض. اه. وهنفضي فيه السماد العضوي. تمام. اللي هو السماد العضوي اللي هو زبله. اه. كده. ده اسمه المحجن؟ اه ده بنعمله عشان خاطر واحنا بنفضي. مفيش حاجه تقع في الارض يعني كنوعيه ايه للحفاظ على الزبل مش اكتر. سبحان الله. عبود. اه في طبه هنا بص اللي عليها كنت سايبها لحمامه. طب مصمم الجيركن ده كده دي السماده. اه مصمم مين هذا ويت صامل هذا جيركن. جيركن بس جيركن ده اللي بيجيبوا فيه الكوكاكولا لازم يكون جيركن جامد جامد محمل. الجراكن العاديه ما تنفعش ممكن تضرب مع الضغط. اه لانه بياخد ضغط بضغط فيه من البير. ايوه ميه اقوى من الماتور اللي هو الحصان اللي في البيت. يعني لو جيركن العادي يضرب جيركن محمل. هذا جيركن اللي بيجيبوا في السابع متوصل الجيركن اهو. دي دلوقتي كانت مليانه سماد عضوي. سماد عضوي. اه الميه بتاعتها لما ندخل في الخط هذه الميه اللي بتبقى في الجيركن. تمام. ماشي؟ كده انا سماكي شغاله 100%. تمام. دلوقتي ان شاء الله هفضي قدامك وهضغط قدامك وهوريك كده عملي. تمام. تعالي يا عبود. ابتكارات جميله ما شاء الله. يعني شغل بسيط بس جميل. انت ما شفتش الحاجات دي قبل كده؟ لا لا. ولا انا. في معدات وفي حاجات هم مبتكرين حاجات احلى من المعدات. في معدات بس عمل بقولها دي حاجه يدوي كده. اه دي حاجه يدوي وحاجه سبحان الله. وحاجه جميله جدا. معلش انا بدي امسك معايا. انا ماليش في المواضيع هذه اصلا. لا لا الاستاذ احمد هيعرفه دلوقتي القناه ويشترك فيها. ده بعد لما قعد 3 ايام تقريبا. 4 ايام وانت طالع كده. 4 ايام ممكن يخليه 10 ايام ممكن يخليه لغايه لما هو ميه بالمنظر ده. اه
ما بتصفوش ولا حاجه؟ لا بنصفيه بشاشه من اه بتصفي برضه بالظبط بشاشه لما بنضغط في الفواني ما يكتمش المواسير ما تسددش الفواني بالظبط الفونيا اه دلوقتي نزل اهو اوعى اوعى هيوصله امسك هذا هيوصل على اه ميه جايه من البير بالماسوره الرئيسيه وخد فرع اهو سيبك من ده شايف تمام الله ينور عليك يا عم الحاج شغل جميل وشغل بسم الله ما شاء الله ربنا يعينك يوريني لك حاجه بدي اوريها لصاحبك الحين كده عملي لما اضغط ايش بصير وضع الجيركن وصورها مستر مستر لا بقى انت بقى الجيركن ده هو اللي بيضغط اه احنا هيضغط ازاي؟ يضغط ازاي؟ لازم الميه اللي جايه دي تبقى اقوى من دي الميه اللي جايه منين بقى؟ اللي جايه من رئيسي من رئيسي اللي حاطينها في السماده ماشي؟ اللي بتدي السماده السماده اللي هي دي اه بحيث الخط اللي بيدي اللي بياخد من السماده الزبل وبديه في الخط ماشي؟ لما يكون اللي جاي اقوى اقوى هيضغط الجيركن بالظبط هيقوم كل الضغط جاي فين؟ جاي هنا زي ما كده هنعمل وصل دلوقتي الجيركن ده هيعلى معاك لفوق بص لي كده معاك بص لي بس صور لي على طول عشان الاحسن نضرب فيه اهو ربنا يستر بسم الله بسم الله اهو هيبدا يطير لفوق اهو هيبدا يطير بارة. هيطير؟ بارة. لا لا اهو نفخة ايوه 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 اهو تمام وصلت؟ أهو. وصلت وصلت وصل تمام كده بقى انت غزيت بيه كده هو اللي شغال دلوقتي كده هو بفضل اللي اخده في النفخة بترشها في الخط هذا تمام بقوم انا فاتح وراها مية بتقوم المية بالزبل بالزبل بتوزع بقى على الخطوة تمام تمام الله ينور يا حاج تمام الله ينور بجد تمام تسلم شغل بسيط وشغل جميل بعد نص ساعة بقى انت تمشي كده في الزرع ما تطيقش تمشي من ريحة زبل الحمد من ريحة كده تقول شغلك تمام كده شغلي تمام تمام الله ينور يا حاج اديله كمان نفخ خلي بالك بشوف انت لو بتنفخ فعلا فعلا لو جركن ضعيف كان ضرب لو جاي تعوت المايه العاديه اللي فاتت يضرب ولا لو ضرب سبحان الله شغل جميل يا عم الحاج ربنا يعينك ويوسع عليك يا رب اللهم امين برضه شوف هم عاملين ملعب وفي عرض اهي عرضه يوم الجمعه في لعب كوره مهرجانات والله في ملعب اهو في قلب الوادي اهو اللي هو ده وفي شباب بيلعبوا هناك اهو في لعيبه عوائل بتجيب بعضيها وفي من مناطق ثانيه الوادي مستغل تماما يعني في كل حاجه زراعه ما اظنش كان ما فيش حد ساكن هنا ما فيش بيوت سكنة لا لكن ممكن يعمل خوصه او عريشه زي دي يعمل عريشه يقعد فيها طول النهار يقعد فيها النهار ما يبيتش تمام ليه بقى؟ ممنوع الخيار طرح ده طرح صح؟ بشاير دي بشاير يعني لسه امبارح ما شاء الله يعني حظنا حلو يعني اهو خيار يا جماعه جميل اهو والله لو حلو في الجون على فكره الخيار طعمه مسكر جدا لا شرايط كاسد سبحان الله دي شرايط كاسد صحيح هو استغلها صح ليه ما عملتش حبال طيب اشمعنى شرايط كاسد يعني اشمعنى شرايط كاسد تعمل زنه كده تعمل زنه احلى شويه شاشه الغيط ده شايف هادي صح كده وكرم الضيافه يا جماعه والله احنا ما نعرفه احنا جينا عليه والله كده وصورنا معاه بس عملنا كوبايتين شاي راجل خلاص احنا كده خلاص عيش وملح بينا بقى انت حاسس اني ذبحت خروف احسن انت كفايه استقبالك والله والله كفايه استقبالك والله احلى من الخروف هذا بس عشان كله دايما مفعول بيقول لك ده ما تنفعش انه انا هو نتقابل مرة ثانية في مزرعة جديدة أو في مكان جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته